مسيو غورمي اليوم ميشيل فرنيني رح يحكينا عن موضوع كتير مهم يلي هو فاست فود تشيكن. وأنا بدي أقول اليوم للولاد كمان يحضروا الحلقة مع الكبار، خصوصي ولادي وكوزيناتهم يلي عم يحضروني هلا. بونجور ميشيل. بونجور غانيا، كيفك؟ سافا؟ منيحة. أول شيء الموضوع مهم للكل ومتعلق شوي بموضوع الأسبوع الماضي يلي كان عن الهوت دوغ. صحيح صحيح، رح نحكي اليوم عن الـ التشيكن بعالم الفاست فود، كل شيء بروسيس، بس كمان بيتعلق بالهوت دوغ بالهامبرجرز اللي حكينا عنهم بالفقرات الماضية. ليه عم بحكي بهالموضوع؟ لأن فعلا وصلونا مساجات على فيسبوك واتصلوا فينا على التليفون، هل نقدر بعد ناكل بالفاست فود اما وات ايفر؟ فهون لانه هن كلهم اجمالا من كاتيجوري الفاست فود بيعتبروا بالكاتيجوري الفاست فود، حتى اذا اكيد نقدر كمان ناكله بالبيت بعده بريبريشن، ولكن هون الفكره ما انه نعطي يكون في بانيك. انا باكل، انا شخصيا باكل بالفاست فود ولادي بياكلوا بالفاست فود. رح نشوف اي متى فينا وكيف نقدر نعرف البرودوي المنيح من البرودوي اللي ما كثير منيح اذا قدرنا، ورح نشوف كمان كيف بنقدر نميز بين الفاست فود اللي محضر اوريدي يلي ميكس والفاست والتشيكن يلي القطعه مثل ما هي. صحيح، والمهم بالاخير هو هل السوق اللي ليدز تو كواليتي اور تو نون كواليتي. يعني لما بدنا نشتري همبرجر بدنا ندفع حقه بمطرح يمكن بوسط مدينه، مطرح مرتب وفي ضوء وحلو والعالم كلها مرتبه ونظيف، وبدنا يكون حلو الهامبرجر وطعمته طيبه وفي جواته الكاتشب والموتارد والبصله، وبدنا ندفع حقه 2000 ليره. طيب بالاخير في مشكله، وبالاخير كمان الشركه بدها تدفع الكهرباء، خاصه بلبنان عارف كهرباء وجنراتور، وبدها تعمل بروفيت، بدها تعمل بروفيت بلبنان، بدها تعمل بروفيت بامريكا. بقول انه نسبه لهالسعر اللي نحن عم ندفعه هيدا بيعتبر هاي كواليتي برودكت، مش معناتها بنقدر ناكل منه اما لازم ناكل منه كل يوم، ولكن ما ننسى انه عم ندفع بالاخير 2000 ليره، خلونا ندفع 10,000 ليره ومنأمن انه اذا دفعنا 10,000 ليره يكون منيح. انا بفتكر بالاسف ما في سوق للهامبرجر ب 10,000 ليره، اما السوق كثير كثير صغير، سو ما رح نوصل للمرحله انه نلاقي بالفاست فود همبرجر ب 10,000 ليره، لان دائما اذا في حدا بدفع حق الهامبرجر 500 ليره زياده بقولوا هذا حرام. في بالاسف في الكولتور انه نوفر اكثر شيء ممكن، والكولتور انه الفاست فود هو ارخص شيء كمان، هو ارخص شيء بالاخير. انا بفتكر انه الريشيو بين الكواليتي تبع البرودكت بالبرودكت، مش بس اللي بنلاقيه بالصحن، بس الكواليتي بين الجو والصحن والنظافه وكل شيء والسعر اللي عم ندفعه، اتس فيري جود. في كمان اتس في دائما الكاليتي هي بيجي كونستانت، فبفتكر هذا اتس كواليتي برودكت، بس كمان بقول ما نقدر ناكل منه كثير، ومثل ما في كثير اشياء كمان ما لازم ناكل منها كثير. طيب اي هون هن الفاست فود تشيكن؟ منفوت من الهامبرجر من الهوت دوغ منفوت بالتشيكن، في تشيكن برجر اصلا، في تشيكن برجر كمان. وهون بالتشيكن برجر بغير كاتيجوريز لازم نميز بين المينست تشيكن والتشيكن اللي بيجي قطعه واحده، اللي هي معقوله كثير مثل بالتشيكن برجر معقول يكون في المينست تشيكن، اما معقول اوقات يكون بالبريست. سو هون كمان لازم نميز. هلا نحن رح نشوف فيديو بنشوف بمعمل كبير حديث نظيف، بنشوف كيف بتصير هالبريبريشن نسبه للتشيكن مع قطع كامله، كيف بعدين بنلاقيها نحن بصحنا، بنلاقيها بنشتريها بالسوبر ماركت، اما بنلاقيها بالفاست فود. عم نشوف الدجاجات، يا حرام. هون عم نشوف الدجاجات، ايه في الدجاج، لحمة الدجاج كثير بناكل منها بالعالم كله، يعني بنعتبر انه بيوروب تقريبا كل شخص بياكل بافريج شي 12 ل 15 دجاجة بالسنة. سو دجاجة كاملة، دجاجة كاملة، يعني عم نحكي عن بيج كوانتيتي، عن 100 ملايين الدجاج اللي بناكلهم بكل بلد اوروبي. قد ايه بياكل الانسان بالاسبوع مثلا وقعت دجاج افريج او لك؟ اذا ناكل 15 بنقدر نقول انه يمكن شي ربع دجاجه تقريبا بالاسبوع كل شخص مع الاولاد. فهون بنشوف كيف هالقطع اللي هي بمعمل الحديث كيف بعد ما قصوها. هون في عنا الجوانح عم بيقصون بثلاث شقف، في الشقفه اللي بتجي
الاكستريميتي تبعها اللي بتروح بكاتيجوري معينه بسعر معين، في النص اللي في عنده شويه لحم اكثر، في راسها اللي فيها عظمه اكثر، كل واحده بعدين بتروح بصحن. هون عم نحطهم بمكانات كثير كبيره، بنحط لهم كل شيء فيه سيزونينج، بنبرمهم يمكن ست ساعات من ساعات، كل معمل عنده ريسيبي. سيزونينج يعني بهارات، صوصات، كل هالقصص؟ صحيح، بصير في مارينيشن مع الصوصات البهارات، كمان كل معمل بيكون عنده الريسيبيز حسب مين زبونه، قد ايه بده يغير الطعمه، بده يغير الطعمه، بده يكون عنده سبيشالتي. بعدين ان ذيس كيس عم بيحطوهم على بيلت كثير كبير، هالبيلت بيمرق بفرن، عم بيصير في بروسيس على هون شي 6-8 دقائق، بيروحوا بكيس فاكيوم، والفاكيوم بيروح فروزن. بعدين معقول نلاقيه اما بالفاست فود، اما معقول نلاقيه مش بهالباكجينج، بعلبه مرتبه مع باكجينج حلو بنلاقيه عندنا بالبيت بالفريزر. هون بلشوا مثل يحطوه على السيرفاس؟ هون مزبوط، هون بروسيس ثاني، هون الدجاج عم بيحطوه بخلطه يمكن حليب وبيض، بعدين حطوا له طحين ليصير كريسبي، بيصير مثل بروستد كان. ان ذيس كيس رح يقلوه، رح ينقلى. وما لازم ننسى انه بالبروسيس تبع القلي كثير مهم باي زيت رح يقلوه، يعني مزبوط هيدا دجاج، بس هيدا دجاج مقلي بالزيت، فباي زيت عم بينقلى. بالفاست فود اكثر الاوقات بيستعملوا كانولا اويل، هاللي في عده كواليتي بالكانولا اويل، بس اكيد منه مشهور ل تو بي ذا فيري بيست كواليتي. بس هول مقليين من قبل يعني؟ هلا نحن بريستوران، حتى ريستوران فاست فود، نحن مش عم يقولوا لنا اياهم دغري اون ذا سبوت ولا كيف؟ بلا، معقول يكون في، ما هو الفاست فود بيخلق من تو نيدز، اول نيد انه نكون في نحافظ على كواليتي وعلى ستاندر معين نسبه للاكل وللطعمه، وفي كمان كلمه فاست يعني بدنا اياها بطريقه سريعه، فوقت كثير هالبرودويات في عندهم اول بروسيس بيكون معمول من شان يكون في بري كوكينج، من شان نقدر ناكل بسرعه. نص قلية يعني مثل بيكون في نص قلية، اما بيكونوا عاملين له اول جريل، بيكونوا مرقوا اول مره، اللي يكون معمول اما بالفاست فود نفسه، اما بالمطعم نفسه، اما معقول يكون جاي من المعمل اولريدي هيك. لانه هون شفناهم جايين من المعمل. صحيح، هون جايين من المعمل، قالوا نعم. اول قلية وبهالطريقه رح يجي بعدين بصحنها، رح يكون كثير كريسبي، ثاني قلية رح خليه يكون مستوي طيب. وراح يكون كثير كريسبي كثير طيب. نحن مثل ما حكينا كمان بالفقرات الماضيه كثير مهم بالنسبه لنا التكستور كل شيء كريسبي، بنحب الكريسبي، ليه الكريسبي بيعطي الصوت، نسمع الكريسبينس. رح نحكي عن هالموضوع بالتفصيل ولكن بعد هالوقفه. رح نكمل بموضوع فاست فود تشيكن مع ميشيل فرنيني بمسيو غورمي. كنا عم نحكي عن الطعم الكريسبي تبع الدجاج اللي ما حدا فيه يقاومها، حتى ولو كان التشيكن معمول بطريقه يمكن اوقات غير صحيه والزيت غير صحي، شو هالقصه هاي؟ صحيح، لان بالاخير في ماركت، كل شركه بدها تزيد ارباحها باكثر طريقه ممكن. فمن وين بنبلش؟ بنبلش لما اذا بناخذ التو كاتيجوريز اوف تشيكن، في عندنا الفول ميت وفي عندنا المينست ميت، مينست ميت لحمه مخلوطه ومفرومه. اما كل شيء بدنا نعرف عم ناكل فول اما مينست. هل المينست ميت اكثر يعني غير صحيه من الفول ميت؟ لانه يمكن بنشوف شو فيه بقلبها. ما عاده لما مينست يعني مبدئيا اذا عملنا لها فوتناها بالمينسر معناتها حطينا لها شيء، خلطناها بشيء. هلا اوقات معقوله يكون بس الجلد الدجاج، لان الجلد بيعطيها الكونسيستنسي وبيدوب شوي بتصير الخلطه ماسكه، بس اوقات كثير في انجريدينتس ثانيه بتنحط. وهذا بيخلي انه ينزل السعر، ولما بينزل السعر في كونسيومر اكثر بدها تشتري. فاكيد اذا عندنا الدجاجه كامله بنكون قادرين نكون مرتاحين اكثر، لنعرف انه منها مخلوطه مع شيء، الا اذا بعدين منها مخلوطه مع شيء بس قليناها بطريقه غلط. وكمان يعني من شو يعني كيف متغذيه هالدجاجه كمان ما بتمنع، ما بتخلى من المشاكل هال صحيح. فول ميت صحيح، هذا اللي هو الارجيومنت الثاني، انه مزبوط انه اذا بناخذ عن تشيكن ناجتس وانس اتس مينس ما نعرف بالضبط شو في جواتها، اما معقول يكون في ليست اوف انجريدينتس اكثر الاوقات انا شخصيا ما بقدر افهمهم، بدها كيميكال منشان يعرف شو في جواتها. يعني المفروض التشيكن يكون
تشيكن ناجتس نعمله بالبيت يكون فيه 5-6 انجريدينتس، التشيكن، الطحين، الحليب، البيض، والزيت، بهارات. اكزاكتلي. لما بنقرا الانجريدينتس بعدد من المطاعم اوقات كثير بالفاست فود بنشوف انه في انجريدينتس نحن ما بنفهمها. نعم، وهدول اللي بيكونوا معترفين فيهم يعني في اشياء يمكن بتكون عاطله اكثر. هدول عاده الانترناشونال تشين بالستاندرد اللي عندهم اياهم مجبورين يحطوا كل شيء، اكيد ما بنقدر نعتمد انه هاللي حاطينهم هو شيء مزبوط، بس اوقات انجريدينت بيكون عم بيخبي انجريدينت فوق ونحن ما بنعرف شو هي. صحيح. شو هي واللي والفظيع بالموضوع انه الاولاد ما فيهم يقاوموا. لا، لان الاولاد كثير هين انه نبيعهم. ليه؟ لان الاولاد بدهم شيء حلو. فاليوم بنعمل تشيكن ناجتس مع شكل صوص دجاجه وات ايفر، الولد بيشوف هالصوص جايبين له ياكل ناجت بشكل معين، بعدين بيعطوه شيء كثير كريسبي بيقر ايش، الولد بينبسط فيه، بيكون سخن، التكستير كثير لذيذه وتقريبا بيشبهوا بعضهم، يعني تما نقول زيت الطعمه وين ما كان، بس كثير طعمه النجتس اللي بحبوها كثير الاولاد هي بتشبه بعضها بعده مطاعم. صحيح، لان هي كثير هينه بالاخير، اذا نحن عم نعطي لحم دجاج وبعدين الطعمه مش هاللي نحن عن جد بدنا اياها، بنقدر كمان نحط artificial flavors اللي بالاخير رح تعطينا الطعمه اللي نحن بدنا اياها. بالاخير في في انترميديري عم بيعطينا هاللي السوق بده اياه بالسعر اللي بده اياه، ما بنقدر نقول انه هيدا حق على السبلاير، كمان هو الزبون هيدا طالبه، يعني كمان حق على الاهل اذا دائما عم بيعطون. اما كثير من الاوقات بيعطون تشيكن ناجتس مش معروف شو في جواتهم، مش معناتها كل تشيكن ناجتس مش طيبين، في تشيكن ناجتس ممتازين، في تشيكن ناجتس فيهم شويه زعبرة رح نقول. منشان هيك لازم ننتبه. بس لنفترض انه كمان عم ناكل تشيكن ناجتس، عم ناكل تشيكن برجر اللي هو بيجي بفول ميت من مينس، مش معناتها انه هيدي الكواليتي منيحه، اما احسن من تشيكن ناجتس كواليتي منيحه. ليه؟ لان بالاخير ما بنعرف هالدجاجه من وين جايه، شو اكلت. بالاسف والدجاج اللي بيقدروا يحطوا له كثير هرمونز معروف، يعني اكيد ما بنعرف فعلا هالدجاج شو عم بياكل. يعني اذا نحن اليوم بنشوف وين عم بيربوا الدجاج، شيء اكثريه الاوقات كل شيء الفاج انتنسيف شيء بخوف. يعني الدجاج المفروض تعيش ما بعرف 6-7 سنين، اليوم مبدئيا بكل شيء الفاج انتنسيف عم نلاقي انتنسيف تربيه يعني سريعه بنلاقي لحمه الدجاج بتكون بصحنها بعد 40 يوم، يعني بياكلوا الدجاج بعد 40 يوم. يعني الدجاجة بتخلق وبعد 40 يوم بنقدر ناكلها؟ بعد 40 يوم اللي هي بصحن. هالقد بتكبر بسرعة؟ يعني ما بعرف، بعد 40 يوم المفروض يكون بعد عندنا صوص، بس فعلا نحن اليوم عم ناكل دجاج، فمش معناتها لأن عم ناكل فول ميت ومنا مينس ومنا ناجتس وعم نشوفها هيك كاملة وعم نلاقيها بصحن يمكن بمطعم كثير مهم، معناتها إنه هيدي صحية، لأن هي الشين طويلة. لأنه يمكن بهاللحظة عم ناكل بس برجر هرمون، عم ناكل هرمون، عم ناكل الدرا بيكون جينيتيكلي موديفايد. الدجاج اكثريه الاوقات قبل كل شيء الدجاج اللي بيبيدوا عم بيبيدوا كميه بيض اعلى بكثير من اللي كانوا يبيدون من 20-30 سنه، لان كمان في صار في سيليكسيون بالراس تبعهم، سو بيبيدوا كثير. وبعد ما خلق الصوص بيحطوه بمطرح ما بيقدر يمشي، ما في اكثرية الاوقات ما في ضوء، الضوء ارتفيشال يعني مش ضوء برا، ما لازم نفتكر انه هيك عم بيركض برا. واكثرية الاوقات بحطوهم بقفص، كل دجاجة عندها تقريبا دايمنشن تقريبا 30 سنتي على 20 تقدر تصغير، يعني مثل ورقة A4 A4. هذا المطرح اللي عندها اياه، معناتها ما عندها عضل، ما عندها قوة، اوقات بيتخانقوا بين بعضهم، اوقات في كثير بيتعذبوا كثير. يعني هو كمان طريقة التربية تبع الدجاج هي يلي بتأثر على نوعية الأكل يلي عم تاكله، هي نوعية بتصير هي نوعية الدجاج اللي عم ناكله. صحيح، فشو الفكرة؟ هل بنقدر نقول إنه دجاجة كاملة بصحنها بكواليتي أعلى من ناجتس؟ لا، ما ضروري، يمكن نحن عندنا ناجتس معمول بفول ميت بكواليتي كثير عالية ومع جود سبايسز ومنها قايلين بالكانولا أويل، ولكن بأويل منيح. اما بالزبده واي نوت، اما معقوله كمان تكون جريلد، يمكن تكون اطيب من صدر دجاج جايبينه من هالالفاج اللي يعني انتنسيف، اللي هن عن جد اوقات كثير يعني ما بعرف شو لازم نعمل شيء يمكن منشان نقدر نصحح هالشيء، ولكن دائما نحن سليف اوف ذا برايس. اللي نحن بنشوفها فول هيك وفي حطينا لها صوص بتجنن واشتغلنا بالصوص 6 ساعات،
ولكن هيدا يمكن فعلا هسه دجاج منه ابدا صحي. طيب كيف بدنا نميز ميشيل؟ يعني نحن ظهرنا على مطعم، كيف بدنا نقدر نعرف شو عم ناكل ونجرب ناخذ احسن كواليتي خصوصي بالفاست فود تشيكن ان كان لنا او ان كان لهالولاد؟ يعني صحيح، هون كثير مهم هو التراست، التراست اللي عندنا اياه بالمطعم، التراست اللي عندنا اياه بمشترياتنا بالسوبر ماركت، هل هن عم بيشتروا احسن بضاعه ممكن نسبه لنا؟ خلينا نقرا الاتيكيتات، نشوف شو في على هالاتيكيتات ونقرا كل كلمه موجوده، لان كل كلمه عندها عن جد عندها قيمتها. اذا نحن بنروح على مطعم بنشوف انه عم بيستعملوا ماركه كاتشب معينه كثير الماركات المستعمله والاسعار كمان المعتمده، يعني هي اكثر شيء بدلنا، صحيح؟ في انديكيتر بالمطعم، اذا هالمطعم عم بيستعمل شيء كثير رخيص وين ما كان، اكيد عم بيسترخص كمان بالدجاج، اكيد عم بيسترخص بالبريبريشن، اكيد عم بيسترخص بالزيت. سو بفتكر كثير كثير صعب اليوم، اتس اولموست امبوسيبل، بس قد منا طويل هالتشين، قد ما عم ناخذ شيء elaborated، قد ما بيكون صعب اليوم نقدر نحصل على كواليتي، لان تراسابيليتي فعلا بنخسرها. الثقة هي أهم شيء. الثقة كثير كثير مهمة، ما رح نقدر نحصل على كواليتي آمنين منه 100%، ولكن هالشيء نقدر نحسنه. ميشيل ميرسي كثير على هالمعلومات القيمة، إن شاء الله العالم يستفيدوا منها وأكيد رح يستفيدوا منها. مشاهدينا نحن عنا بلوك نوت بعد البريك.